تعال يا رفيق دربي، تعال يا رفيق دربه، تعال. لا اله الا الله، قولوا امين حق ان الله يعدي ذا الليله على خير. آمين. وذا اليوم على خير. نقول الو 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 اسمع الو اسمع، شفت الجريمه اللي سواها؟ ما هو منهم. مين هم؟ صح كل حاجه، نوع اللحم مو اللي طلبته. والله اللحم انه مفتوت، عيم اقول بس إيه مفتوت يعني، هم شغلهم كله صح بس مو منهم يعني، من اللحم. فيعطيهم العافيه. الله يعافيك، ما سوينا شيء، شغلنا اللهم يعني يعطيهم العافيه يا اسماء. اكيد اللي جاب اللحم هو اللي خليني. طيب شفتي مساعد سوى المايونيز؟ هم سوى برجر صح، الغلط في اللحم بس. الغلط في اللحم، لاني انا يا طولة العمر السلامة معروف اني اكبر شيف في العالم. انا يوم جيت ابغى اهرس اللحم عشان يجي مسطح زي البرجر، عيا ما يمشي معي، تفتفت. اللحم مو طازج عشان كذا. نا يعني المشكله من يعني المشكله من خالد حامد. ايش؟ يعني المشكله من خالد. يعطيك العافيه يا اسماء. ايوه وش الدرجه؟ كيف تقولين ايوه؟ كيف ايوه ايوه؟ هي من ابو وليد يا اسماء. اسمك كويس. ايوه الله يحفظك. تقول ايش دخلني بين دول؟ يعطيك العافيه. فيك. انت كذا مبسوط؟ ايش اسوي؟ اذا شفتها في لحية تحطها في لحية الكوب شروان. والله يا كيف مخرج عمرك؟ الله يبقى الشيطان. يعني كل يوم قاعد تقول ايوه ايوه ايوه. ايش اسوي؟ ما معك الا تبيع على هواك. انا. لازم. مبسوط انت؟ انا؟ ايه. الحمد لله دائما مبسوط. الحين من اللي مبسوط منكم صدق؟ والله انا مبسوط بلقائي مع ابو لبن.